الله صلى الله عليه وسلم. احنا واقفين على حكمة رقم 65، حد يبقى يعلم لنا كده عشان لو فكرنا نبقى نكمل في يوم من الايام ما نعرفش امتى نبقى ينكمل. ان شاء الله نظمنا بعد رمضان كما كان قبل رمضان، كل يوم خميس بعد صلاة العشاء هنا في المسجد المبارك بنشرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وبدأنا في الشرح منذ 3 سنوات وانتهينا من نصف الكتاب الجزء المجلد الأول أو الجزء الأول، ونسينا الجزء الثاني دخلنا فيه وقطعنا فيه شوط بطيء، فاضل لنا حوالي 2 سنين على ما نخلص الكتاب إن شاء الله. كل خميس بعد صلاة العشاء، وعندنا يوم الثلاثاء رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المحقق أبو الفضل تاج الدين أحمد ابن محمد ابن عبد الكريم ابن عطاء الله السكندري المتوفى سنة 704 هجرية والمدفون بالقرافة المصرية بالبساتين، من علامة الاعتماد على العمل أول حكمة، من علامة الاعتماد على العمل دي أول حكمة في أول ليلة في رمضان قلنا، من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، أي أن الإنسان لا يجب أن يكون اعتماده إلا على الله، لا يعتمد على نفسه فضلا عن أن يعتمد على عمله. لا شك أن الإنسان أقوى من عمله، الإنسان كإنسان كده أقوى من عمله، لأن العمل صدر من الإنسان، فالشيء اللي يصدر منه العمل يكون أقوى من العمل ذات. فإذا كان لا يجوز لك أن تعتمد على نفسك فمن باب أولى لا تعتمد على عملك، واضح؟ ولأن عملك هذا هو بتوفيق الله لك، لم يصدر منك بالحقيقة ولكن هو صدر من الله على جوارحك، يعني الله سبحانه وتعالى خلق ونسب إليك، إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، إذا أراد الله أن يظهر فضله على الإنسان يخلق التوفيق والنجاح وينسب إليك. زينا مثلا إحنا أطباء كده، يجي لك الرجل العيان غلبان وعيان وطهقان، تروح انت كاشف عليه وكاتب له كلمتين فارغين، الراجل ياخد الكلمتين الفارغين دول، روح ربك كاتب له الشفاء مع الكلام الفارغ اللي انت كاتبه، يوم ايه العيان يقولك ده دكتور شاطر قوي، رحت له خفيت، يوم ربك يخلق الشفاء وينسب اليك ليريد ان يظهر فضله عليك. فهمت المسألة؟ فاذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق ونسب اليك. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يظهر فضله على الإنسان الصالح يوم يعظ الناس، تبص تلاقي الناس تسمع الموعظة يوم ربنا يخلق في قلوبهم حب التوبة، يوم يتوب ويسارع إلى الطاعة، يقول لك أنا تبت على إيد الشيخ الفلاني، والله هو الذي يتوب الحقيقة ولكن نسب إليه. فإذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليه. يقول لك أنا كنت طول عمري ماشي في التجارة بخسر، أول ما اشتركت مع فلان بقى يحط إيده في التراب يبقى دهب، والله هو الموفق ولكن يخلق التوفيق وينسب إليه. فهمت؟ يبقى إذا أراد الله أن يظهر فضله على الإنسان خلق على جوارحه الطاعة، والطاعة من ضمن أسباب التوفيق، وتنسب الطاعة إليه نسبة، مجرد نسبة اكتساب لا نسبة خلق وإيجاد، فهي تنسب إلى العبد فعلا واكتسابا وتنسب إلى الله خلقا وإيجاد، فالله خلقكم وما تعملون، واضح؟ فإذا كان الله هو الذي خلق العمل ونسبه إليك نسبة فعل واكتساب فهذا من محض كرمه سبحانه. فإن كان الأمر على هذا الحال فلا تعتمد على العمل، لا يليق، ولكن اعتمد على الذي خلق العمل ونسبه إليه، تعتمد على الله، تعلي همتك، ما تبقاش همتك واطية، تبقى همتك عالية. ومن علامة بقى انك انت راجل معتمد على عملك ايه؟ نقصان الرجاء في الله عند وجود
التقصير منك. اما تيجي تقصر في حق الله تلاقي نفسك ايه رجعت في الله يقل. طب وبعدين الله تعالى يدخلك الجنة، يدخلك الجنة برحمته ليس بعملك. فلما تيجي انت رجعت في الله يزيد مع وجود الطاعة ويقل عند وجود المعصية، تبقى انت راجل بتنظر لعملك كأنك انت بتخش الى الله من باب وجاهة عملك. انا ايه قبل ما اقول يا رب اهو مصلي لك ركعتين، لا وايه وصايم، خد بالك بقى يعني مني، لا ومتصدق كمان، شفت عامل ايه بقى، شوف يا رب كل ده في قلبك، كل ده حالك بيقول كده. فاما تدعي بقى يعني بقى يعني بقى خلصنا بقى وجاوب بقى، ده احنا عاملين شغل جامد، تبقى دي اساءة ادب لانك ناظر لعملك. رجاءك زاد لانك نظرت لعملك، تبقى انت راجل معتمد على عملك. فهمت؟ تيجي تعمل معصية تقوم تبقى مكسوف تقول يا رب من المعصية، يبقى انت راجل برضو بتعتمد على عملك. لان طالما بيبقى ليك عين تطلب من الله بعد ما تعمل العمل الصالح، ومالكش عين تطلب من الله وانت واقع في المعصية، تبقى انت راجل بتعتمد على عملك، بتخش الى الله من جهة نظرك لعملك. ولكن الاولى ان تدخل الى الله من باب الافتقار الى الله. واضح؟ فهمت الحتة دي؟ يبقى من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. ولذا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فجعل المسرف على نفسه بالمعاصي اي عند وجود الزلل كله امل في الله، حتى يبين انك اذا وصلت الى الله تصل الى الله بالله. والله سبحانه وتعالى افرح بتوبة العبد من ايه؟ من الظمآن الوارد والعقيم الوالد والضال الواجد، واخد بالك؟ ثم قال إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. الله خلق العباد يتعاملون معه على قسمين، قسم محجوب بالأسباب فلا يتعامل مع الله إلا من خلال الأسباب، وقسم يتعامل مع الله بلا سبب مباشرة، زي سيدنا إبراهيم ومن كان على قلب سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني مباشرة، ما فيش سبب، ما قالش مثلا يهديني عن طريق إيه المعلم، أو يهديني عن طريق المدرس، أو يهديني عن طريق الشيخ، أو يهديني عن طريق أي شيء، فهو يهدين مباشرة بلا سبب، منه الهداية المباشرة، الذي خلقني فهو يهدين بلا سبب مني، ولكن الهداية منه بلا سبب مني، يبقى ده متجرد. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. الله، يعني ما بيروحش يشتغل عشان ربنا يرزقه فلوس ويروح الفلوس دي يشتري بيها حاجة ويقعد بعد كده يطبخها وياكل ويش، لا، ده هو يطعمني ويسقيني مباشرة بغير ما تسبب منه. يبقى ده حال سيدنا إبراهيم متجرد. وعرفنا ان سيدنا إبراهيم كان من اهل التجريد ازاي، اوضح ما يكون انه لما كانوا بيرموه في النار ربنا بعت له سبب كبير وهو سيدنا جبريل، عرض عليه انه ينقذه، فقال له اما اليك فلا، انا مش بتاع الاسباب، انا بتعامل معاه مباشرة، هو انا برضو بتاع الاسباب، ده انا من اهل التجريد يا عم. طبعا قال لسيدنا جبريل ما قالوش بالطريقة ايه السقية اللي انا بقولها دي، لان الانبياء مؤدبين انما احنا اقل ادبا، واخد بالك كثير. فقال لسيدنا جبريل اما اليك فلا، اي الى السبب، الى مطلق السبب، وان كان السبب جائز شرعا ولكن لهمته العالية ترك الجائز الى ما هو اعلى، ترك الرخصة الى العزيمة. فهم؟ فأما إليك فلا، وأما هو سبحانه فعلمه بحالي يغنيني حتى عن سؤالي، حتى السؤال يعتبر سبب، سبب لدرء ما هو فيه، وكان ممكن يقول يا رب خلصت ودعاء الأنبياء مستجاب، حتى لم يتسبب لدفع ما أقامه الله فيه بالدعاء. فهمت؟ يبقى ده كان من أهل التجريد.
يتعامل مع الله على ما يريد. طبعا ما ده دليل قوة سيدنا إبراهيم وقوة إيمانه وقوة اعتماده على الله. وعشان كده في حتة في دعاء لسيدنا أبو الحسن الشاذلي في حزب البر في آخره كده يقول لك إيه: اللهم إني أسألك يقينا على، يعني أنا مش فاكره بالظبط لأن أنا بقالي كتير مش مواظب على حزب البر، كنت زمان أحب أقراه، لكن أنا هقول لك معناه. بيقول فيه إيه: اللهم إني أسألك يقينا كيقين إبراهيم حتى أعلم أن لن يصيبني إلا ما كتبت لي رضا مني بما قسمت لي. فهمت؟ فده يقين عالي. فلما تبقى أنت راضي عن اللي ربنا قسمه لك حتى قبل ما تعرف اللي ربنا قسمه لك، طب ما أنا راضي أقول له ادفعه لي بقى، ما أنا راضي. فهمت إزاي؟ يبقى دول اسمهم أهل التجريد. وأهل التجريد هم الذين يتعاملون مع الله مباشرة بلا سبب وبلا علاقة، قطعوا آمالهم فيما سوى الله، حتى قطعوا آمالهم من مجهودهم ومن عملهم، فتفرغوا لله ذكرا وعبادة واشتغالا لله وبالله وفي الله، ولم يتعاملوا مع الخلق إلا بالله. دول اسمهم أهل التجريد، ودول صفوة الأمة. صفوة الأمة اللي هم الرسول صلى الله عليه وسلم قال منهم 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب، منهم عكاشة بن محصن، دول أهل التجريد. وبين أنهم أهل التجريد منين؟ قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون ولا يسترقون يعني ما يتسببوش لدفع المرض الذي أقامهم الله فيه، حتى برؤية، حتى أن يسرقي أو يطلب أن يرقى. شوف قد إيه من كمال رضاه بما أقامه الله فيه. فإذا أقامه في المرض لا يتمنى العافية، وإذا أقامه في العافية لا يتمنى المرض، وإذا أقامه في الغنى لا يتمنى الفقر، وإذا أقامه في الفقر لا يتمنى الغنى. فهو لا يتمنى إلا ما أقامه الله فيه، ولا يتسبب لدفع ما أقامه الله فيه لكمال رضاه. دول مين؟ أهل التجريد. 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب، وفي روايات أقل صحة إن مع كل واحد من 70,000 70,000، يعني كل واحد من 70,000 هيشفع في 70,000 زيه يخشوا معاه، ف70,000 في 70,000 يعني يطلعوا بتاع 4,900,000. الله يا أخي الدنيا فيهم، الله أعلم. ها؟ 49 مليون حاجة جميلة أوي، يبقى الأمل أكبر. النوع الثاني يبقى في أهل تجريد اللي ربنا بين حالهم في سورة الواقعة: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأهل الأسباب النوع الثاني الأدنى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. يبقى في السابقين وفي أصحاب اليمين. أصحاب اليمين دول أهل الأسباب، من أهل الطاعة برضه بس أهل أسباب، ربنا أقامهم لإيه؟ في الأسباب اللي هو ربنا قال فيهم في سورة الرحمن قبلها: ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللي هم مين؟ المقربين. ومن دونهما جنتان، دول أصحاب اليمين. يبقى أصحاب اليمين مقامهم أقل، كلهم في الخير، كلهم في الجنة، لكن الجنة درجات. فأهل التجريد في الدرجات العلى، وأهل اليمين من دونهما جنتان. فأنت لو أقامك الله في الأسباب ما تتمناش تبقى من أهل التجريب، تبقى أنت راجل ليمت بتتلامت، واللي بيتلامت بياخد على أساس بالعربي كده، صح؟ هتتلامت مع ربك هيخلي الأقدار تديك على أساس، لأنه هياكلك لنفسك. فإذا وكلك لنفسك الدنيا هتشيلك وتحطك وتتعب فيه، فهمت؟ فإذا أقامك الله في أمر لا تخرج نفسك منه بنفسك حتى يخرجك هو منه، كويس؟ فإذا أقامك في الأسباب لا تتمنى التجريد، لأن لو تمنيت التجريد تبقى أنت عندك شهوة خفية، تبقى أنت بتعبد الله لعلاقة، لهدف، هدف الوصول إلى شيء ليه خصوصية في نفسك،
يبقى أنت بتعبد ربك لحظوظ نفسك، وربك يريدك تعبده له لا لنفسك، لأنه هو واحد مش اثنين، مش هو ونفسك، ده هو واحد، مش هو ونفسك، هو فقط. قل الله، مش الله ونفسي، نفسك ايه؟ فاذا اردت التجريد مع اقامتك في الاسباب يبقى دي شهوة خفية، تبقى انت عندك شهوة في نفسك وعايز تترقى وانت مش من اهل الترقية، وربك قال لك ولا تزكوا انفسكم هو اللي يرقى، فهم؟ وعلامة اقامتك في الاسباب ايه؟ ان ربنا ييسر الاسباب لك مع قيامك بالواجبات الدينية، يعني السبب يثمر معاك، يعني اذا كنت مهندس تبقى شاطر في مهنتك ويبقى يطلق رزق كويس من مهنتك يكفيك وتتحرى فيها الحلال، وفي نفس الوقت بتأدي الفرائض وبتصوم وبتقرأ قرآن وبتحب النبي وبتحب الصالحين وبتبقى في المساجد تهتم بأمر المسلمين، واخد بالك؟ يبقى كده ربنا أقامك في الأسباب، ارضى بقى واجتهد فيما أقامك فيه. طبيب، ربنا علمك المهنة وفتح عيادتك والعيان بيجي تكتب له كلام فارغ بيخففه على الكلام الفارغ بتاعك، وانت عارف انك انت مش فاهم حاجة عن اي حاجة، لكن ربنا هو بيشفي العيانين ويخلق الايه الشفاء بايدك انت الغلبانة دي، وفي نفس الوقت بيجي لك رزق يكفيك انت وعيالك ما بتتكففش الناس، وفي نفس الوقت بتصلي وتقضي فرائضك وتتحرى الحلال، يبقى ربنا اقامك في الاسباب، اقنع بيها وامشي، فهمت؟ ما تتمناش بقى تتركها وتقفل العيادة وتقفل المكتب وتقفل الورشة وتقفل المصنع وتمشي بقى ايه في الشوارع كده بلا سبب، فبعد ما كنت ماشي مستغني بما اغناك الله تمشي تتشوف بما في ايدي الناس، فهم؟ لكن امتى ربنا سبحانه وتعالى يقلقك بالاسباب؟ اذا كانت الاسباب شغلاك عن فعل الفرائض، يعني لو شغلتك الاسباب عن السنن ما يضرش، يعني راجل انهمك في شغله جامد لدرجه ما بيقدرش يعمل الا الفرائض بس، مش فاضي حتى يصلي ركعتين سنه الظهر، هو يا دوب يلقط الفريضه وتنمو مع السلامه، وبعد كده في شغله يجي ما بيصومش طول السنه، يجي رمضان يروح جاي في صيام رمضان ما يعملش حاجه تاني، ما بيتصدقش طول العام ويجي كل سنه يطلع زكاه مال، وطول السنه منهك في الشغل ليل نهار، نقول له خليك زي ما انت في الاسباب مالناش دعوه. وصلت الاسباب معاه انه ما بقاش فاضي حتى يصلي الفرائض، ما بقاش فاضي حتى يصوم رمضان، لا بقى نقول له تعالى بقى، تعالى بقى لحسن تبقى زي ثعلبه. ثعلبه كان تمنى الاسباب والغنى، والرسول صلى الله عليه وسلم عارف بمصيرته ان الفقر ليه دواء، فقال له قليل تؤدي شكره خير من كثير يطغيك، فقال له لا يا رسول انا عايز ابقى غني، طالبها الشهوة بس، فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه مرضاش، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد، فربنا بارك له، كان الأول بيصلي الخمس فرائض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة الأولى ويحضر خلف النبي تكبيرة الإحرام، بعد سنة ولا بتاع ولا حاجة ابتدى بقى إيه يجي على الركعة الأخيرة يلحقهم هم يدوب قبل ما يسلم، وبعدين يجي بعد شويه بعد ما سلمه ويصلي لوحده، وبعدين بقى ما يجيش ويصلي في ماله ما يروحش الجامع، وبعدين بقى مش فاضي يصلي حتى في ماله ترك الصلاه. شفت المصيبه؟ يبقى دي مصيبه، يبقى انت الاسباب تاخذ منها بالقدر، بالقدر اللي بيه يغنيك عن الناس وينفع بك الناس وتقوم الفرائض على الوجه التي الوجه الاكمل، يعني التوسع في الاسباب بالعربي قد يكون مكروه وقد يحرم، يعني انت ربنا كرمك وعندك مصنع والمصنع شغال حلو وكل شويه بتطوره وكل شويه بتجيب ايه اجهزه جديده وماشي كده اب تو ديت يعني مع التطوير، خلاص بقى مفيش داعي تروح تاخد قرض من البنك كذا مليون وتعمل مصنع تاني جنبه، خلاص خليك بقى ركز حلو قوي مصنع وفي عمال تمام وانت قاعد ومتوضب الامور والانتاج عارف بتبيعه فين وبتصرفه منين وحالك ملموم، مفيش داعي تروح تدين زي ما بيعملوا رجال الاعمال وياخد له بقى 60 70 مليون من البنك ويفتح مصنع ثاني ومصنع ثالث ومش عارف فين هنا وشركات ايه،
ويكبر الامور وفي الاخر يلاقي نفسه مش ملاحق على حال والامور فلتت منه، ولا فاضي يتلفت يصلي، ولا فاضي يشوف ربه، ولا فاضي يشوف الاسباب، ولا فاضي حاجه، الامور فلتت. فهمت ازاي؟ فالواحد ما يتوسعش في الاسباب ولا يتركها بالكليه، ياخد منها بالقدر اللي فيه النجاه. يبقى كده راجل من اهل الاسباب. اهل التجريد دول ربنا اقامهم في المقام العالي بقى. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا ابي هريره كان من اهل الصفه، راح يشتغل فلاح مزارع علشان يتسبب بقى، لانه لقى نفسه بيجوع. ما هو سيدنا رسول الله خلى اهل الصفه دول لما كانوا يجتمعوا يبقوا فوق ال 400، وهم كانوا يقلوا بقرب ال 70، ودول قاعدين خلف حجرات النبي، دول فقراء الصحابه اللي ما لهمش بيت يلمهم. فقاعدين دول اذا جاعوا، اذا جاع النبي يجوعوا معاه، اذا كل ياكلوا معاه، اذا شبع يشبع. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يمر عليه ساعات عده ايام ما ياكلش، فكان يجوع وجوع شديد، تاديب تهذيب واصلاح. سيدنا ابو هريره لقى الحكايه مش ماشيه معاه، فقال لما اروح انا اشتغل مزارع برضه اكتب لي قرشين كده واجيب لي سندوتش فول وطعميه ومشي حال نسمي مصاريفنا. طب ما هو الفول والطعميه جائز كويس، مش حرام يعني، وانه يشتغل مزارع وياخد اجر جائز شرعا، ما عملش غلط يعني. فسيدنا رسول الله ماشي في الطريق، شاف سيدنا ابو هريره شايل الفسايل حاضنها كده ورايح بقى ايه الغيط عشان يغرس يشتغل فلاح. سيدنا رسول الله قال له ايه يا ابو هريره؟ ايه ده؟ قال له غرست اغرسها بالاجر لاهل المدينه يا رسول الله. قال الا ادلك على خير من ذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غراس الجنه. كرش من الاسباب تاني. قال له روح اجري اقعد. سيب الفسايد يغرس، لان رسول الله يعرف ان سيدنا ابي هريره من اهل التجريد. فلما ترك التجريد للاسباب فنزول عن الهمه العليه. ورسول الله بتاع الهمه العليه كلها، فرده الى الهمه العليه. لما جاء بقى ابن حزام، عمرو بن حزام، واخد بالك؟ حكيم بن حزام كان من اهل الصفه برضه. يعني كان قاعد في وسط اهل فرده للاسباب. ما يضرش. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده دواء كل واحد. فلما جاء واحد من اهل الاسباب اتزنق في اهل التجريد، الرسول صلى الله عليه وسلم راح منقيه وطلعه من وسطهم كده، ردوا لاهل الاسباب. ولما جاء سيدنا ابو هريره اللي هو من اهل التجريد اتزنق في اهل الاسباب، راح سيدنا رسول الله واخده كده ورماه في اهل التجريد. فهمت المساله؟ اذا اخذت السبب بالله تكون متجررا، واذا اخذت التجريد بنفسك تكون متسببا. هذا هو التحقيق. وعلي المعول. فهم؟ إذا أقامك في الأسباب وقبلتها من الله تبقى أنت من أهل التجريد، لأن المقصد هو قبول ما أقامك الله فيه. وإذا أقمت نفسك في التجريد تبقى أنت اللي أقمت نفسك فيها، تبقى أنت اللي متسبب. فهمت إزاي؟ بس والله أعلم. بس الفلسطين في كل حاجة. أصل بني آدم الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم له الامور كلها، لكن التوكل ده هو شعور نفسي قلبي، واخد بالك ازاي؟ بالرضا بما قسمه الله لك. لكن هو اللي قسمه ليك هيجي لك هيجي لك، سواء عندك الشعور ده بالرضا او عدم. يعني اللي مكتوب لك هتاخده هتاخده. بس الفرق انك انت بتاخده بطيب نفس ورضا فتثاب، ولا بتاخده بالعافيه زي اللي بيكتف ابنه ويدي له الدواء بالعافيه. ما انت هتديهوله هتديهوله. فلما يجي لك طائع كده يفتح بقه ويشربه هياخده يلاقيه طعمه حلو ويخف. انما ما تيجي تكتفه كذلك انت مع الله، تقعد تطلفظ كده في الاقدار ربك يكتفك ويديها لك برضه. هي كده. راضي هتاخدها برضه. خلينا ننام. ها؟ كتير. كتير. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور دي للاسباب. واخد بالك ازاي؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. نزلت في مين؟ في اهل التدريب. اهل الصبر. ده من اهل الاسباب.
وبعدين قال بعد كده ان اهل التجريد دول ناس بتبقى همتهم عالية مع الله، لدرجة ان لما يتعاملوا مع الله بلا سبب ويقبلوا هذا، يوم ربنا سبحانه وتعالى يديهم مرادهم بلا سبب، يوم اذا اهتم بامر ربنا يجيله ليهم. دول اهل التجريد بتحصل لهم كرامة دي، اذا اهتم بامر ربنا يجيله ليهم. فاراد ان يؤدب اهل التجريد لما ربنا سبحانه وتعالى يوجد لهم ما اهتموا به، ان ده مش من عندهم، ده من فضل الله عليه. فقال لهم في الحكمة اللي بعدها ايه؟ سوابق الهمم لا تخرط اسوار الاقدار. يعني ما فيش حاجة هتحصل بهمتك يا ايها العارف يا ايها المتجرد، ده الله سبحانه وتعالى اكراما لك خلق ما اهتممت له عند اهتمامك به اكراما لك، فأراد أن يظهر فضله عليك فخلق ونتب إليه. ولكن هذا بقدر الله، ولو لم يكن بقدر الله لو اهتممت أنت ومن في الأرض جميعا لا يكون إلا ما قدره الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فقال سوابق الهمم لا تسبق أسوار الأقدار. فلما المسألة بقت كده يا سيدي، يبقى قال لك ايه؟ ادام ربنا سبحانه وتعالى كل شيء بقدر، وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فقال لك بقى ايه؟ ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. ارح نفسك من التدبير، والتدبير عمل قلبي مش عمل جوارح. خد بالك هنا بيكلم القلب، يعني جوارحك تبقى مشغولة بالأسباب وقلبك مطمئن إلى الله، لكن لو قلبك وجوارحك مع الأسباب تبقى بتدبر. فهو بيقولك لا، ريح نفسك من التدبير، اشتغل بإيدك في الأسباب وقلبك مطمئن مع الله. فهمت؟ أرح نفسك من التدبير، فالتدبير عمل قلب، مش تبقى كده قاعد في شغلك قلبك بيدق وهيصب ومستني مكالمه تشوف البورصه هيقولوا ايه، وايدك بتترعش والتليفون بيرن، وبعدين اول ما يقولوا لك ان المكسب مش عارف ايه ينقلوك على العيادة المركزه ويجيبوا عربيه الاسعاف والحول، الراجل اتشل ومات وراح ما استحملش. تبقى انت راجل واقع في التدبير، عايش بقلبك جوه الاسباب، الاسباب طحنتك ما استحملتش، الاسباب طحنتك. لكن لما يبقى انت قلبك مع الله وشغال مع الاسباب، ايه يعني؟ ما هي دي دار اقدار، وربنا لابد هيختبرك بنقص من الاموال والانفس والثمرات، فتبقى قاعد مطمئن. فهمت يا امل؟ تبقى قاعد مطمئن. فهي المساله كده. فارح نفسك من التدبير مش معناها انك انت تبطل تروح الكليه يا ايها الطالب، او المدرسه يا ايها التلميذ، او المصنع يا ايها الصانع، أو المستشفى يا أيها الطبيب، أو المدرسة يا أيها المدرس. فهمت إزاي؟ لا، لأنه هو قايل لك قبل كده إذا أقامك في الأسباب خليك في الأسباب، لكن خليك في الأسباب بجوارحك. وهنا بيخاطب قلبك وأنت بقى بتتعامل مع الأسباب. يبقى الحكمة اللي قبلها كان بيخاطب قلب الإيه؟ المتجرد، والحكمة اللي بعدها بيخاطب قلب المتجرد المتسبب. فهمت المسألة؟ أرح نفسك من التدبير. أي أرح نفسك ولا أي أرجع وأريحك؟ يبقى بيكلم القلب جوه، لأن إحنا قايلين إن النفس والروح والعقل والسر كلهم حاجة واحدة محلهم في القلب، ويختلفوا باختلاف الإدراكات، لكن كلهم محلهم في القلب. كل ده اسمه نفس. اللي يدرك الشهوات يسموه النفس، واللي يدرك الشرع يسموه العقل. فهمت؟ واللي يدرك المراقبة والمشاهدة يسموه الروح، واللي يدرك التمكين والمعرفة يسموه السر، وكلها محلها واحد. فهو هنا قال لك أرح جوارحك، عشان تقول لي أنا مش هروح المدرسة، ده عم الشيخ امبارح قال أرح نفسك من التدبير، يبقى أنت غلطان، ما فهمتش عنك الشيخ بيقول إيه. فهمت؟ يعني تروح المدرسة في سنة كام؟ طيب تروحي كل يوم المدرسة، لكن تروحي المدرسة أو المصنع أو شغلك وأنت قلبك مطمئن مستريح، مش بتعمل مقالب في زمايلك وتتقرب وتمسح بوخ لرئيسك علشان تاخد منصب أنت ما تستحقش ليه.
تغير من زميلك وقرينك اللي هو بيجتهد في نفس مهنتك وتقوم تبقى تتمنى زواله علشان تاخد انت المنصب لحسن ده هو بنفسه، تقوم تكره زميلك في العمل اللي هو ايه ربنا وصاك انك تحسن اليه اللي هو صاحبي بالجنب اللي هو ايه اهل المهنة الواحد قرناء المهنة الواحد اسمه صاحبي بالجنب. يعني انا جراح وجراح زميلي ابقى غيران منه اتعلم العملية دي وانا ما بعرفش اعملها، ما هو كده هياخد بقى هياخد الشهرة وانا كده هبقى مليس سعر في المستشفى كل العين يجوا يسألوا على فلان وانا قاعد هنا امر رئيسه. ثم ما تعرف انه قد انفلونزا ولا عي ولا جاله تيفوس ويلا الحمد لله ريحت، خلينا نروق بقى ونفوق والعياده تشتغل، تبقى انت راجل او انقدر، فهمت؟ تبقى راجل او انقدر مش فاهم، تبقى انت قاعد بتدبر يا عم قلبك شغال وبتدبر، هو بيقول لك لا ريح نفسك من هذا المثال، خليك في شغلك بجوارحك وخلي قلبك مع الله راضي بما اقامك فيه قانع بما قسمه لك مجتهد بجوارحك في كسب الاتقان لان الاتقان عباده. يبقى انت مطلوب انك تتقن ما اقامك الله فيه من اسباب لان الاتقان عباده منفصله كده، مع عدم ارهاق قلبك بانهماكه في الاسباب، والا هيجي لك تصلب شرايين وهتموت بدري ويعملوا لك بقى ايه بالونه وتوسيع ودعامه وتبقى ايه كل طول النهار شغال مع دكاتره القلب ومش هناخد لأن قلبك مش مستحي. فريح نفسك، أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في القرآن؟ رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. يبقى هو اللي بيدبر بقى، فما قام به غيرك عنك لا تقم أنت به لنفسك. مين اللي بيدبر الأمر؟ خلاص بقى ما تقعدش أنت تدبر لنفسك، فهمت؟ اعقل بقى، رزقك مكتوب ومقسوم ومش هتموت. ده أنا بقيت عندي قهوة يعني أنا مثلا قمت عملت الشاي ده ربنا بعتهولي لوحدي كده، لكن قلبي كان مستريح مش متعلق بالباجور وقاعد يا رب هيطلع الشاي ولا هيعمله هيحط لي السكر. فما قام به غيرك لك فارح نفسك عنه، لكن في حاجات بقى ربنا مش هيقوم بها عنك وهي التكاليف الشرعيه الاوامر اللي هيسالك عنها يوم القيامه دي مش هيقوم بها عنك، هيقوم عنك بالصلاه، هيقوم عنك بالزكاة، بالصيام، بمراقبة الله عز وجل، بمعاونة المساكين، بالشفقة على المسلمين، بحب الخير للمسلمين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالصدقة، مش هيقوم عنك بالحاجات دي. يبقى أنت تشغل نفسك بالحاجات دي وما تشغلش نفسك بتدبير رزقك، لأن رزقك هو هيقسمه لك خلاص، لأنك لو شغلت نفسك بدي هينبني عليه تقصير فيما طلب منك، فتشغل نفسك فيما ضمن لك وتقصر فيما طلب منك، وده دليل على انطماس البصير، فهم؟ وعشان كده قال لك اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، والبصيرة هي عين القلب، فهم؟ وبعدين وانت ماشي في الأخذ بالأسباب، ساعات الإنسان لضعفه البشري يتعلق قلبه ببعض الأشياء فيتمنى أنها تحصل، فيقوم إيه يقول يا رب يا رب يا رب عايز وعايز وعايز، ما يدور ادعوني أستجب لك. وبعدين تبقى أنت راجل مجتهد في الطاعة وكل يوم يا رب يا رب يا رب، أنت ما بتجاوبش ليه بقى؟ أنا بقالي شهر بقى إيه الحكاية يعني؟ شهر ما بيفوتيش فرد في الجامع يا رب، هتجاوب امتى بقى؟ قلة أدب، فهمت؟ قلة أدب مع الله، فبيحذرك من الحتة دي، يقوم يقول لك إيه؟ لا يكن تأخر أمد الله بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك من الطاعة أو ليأسك من الله، ليأسك من الطاعة إن كنت من أهل الأسباب وليأسك من الله إن كنت من أهل التجريب.
فالكلام موجه للابنين. فلا يكن تأخر أمد الله بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأتك، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فهمت؟ هو حيجاوبك حيجاوبك اطمئن، لكن في الوقت الذي يريد على الوجه الذي لا يريد، لا على الوجه الذي تريد أو الوقت الذي تريد أنت. فهمت؟ بيدعو بزيادة القرب بالشوق والاشتياق، دول أهل التجريد، بزيادة المعرفة في مقام رب زدني علم. فكل مدى محتاج، كل مدى محتاج أكثر، ومقام لا ينتهي، مقام الشهود والمعرفة لا ينتهي. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما ارتقى من مقام إلى مقام في حال الشهود في مقام رب زدني علما استغفر من تقصيره في المقام السابق، فكان يقول صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. طب ده معصوم يا عم، أصل أنت مش واخد بالك، هو مش بيستغفر من المعاصي، ده بيستغفر من تقصيره حيث استشعر جهله بالنسبة لمقام المعرفة الذي ارتقى إليه. فهمت؟ فالمسألة نسبية. فإنه بيقول إنه يغان على قربه لولا أني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. سيدنا أبو الحسن الشاذلي أرى الحديث ده فقلبه فيه بقى قلبه فيه حاجة منه، إيه اللي يغان على قلب النبي ده؟ لأن النبي ده معصوم. الغين ده كلا بران على قلوبهم بما كانوا يكسبون أي يفعلون من المعاصي الكفر وغيره. طب ده نبي الله وجميع الأنبياء معصومة، طب أمال سيدنا رسول الله وهو أفضلهم وأشرفهم، إيه حكاية بقى يغان على قلبه دي بقى ويستغفر الله في اليوم 100 مرة دي؟ مش فاهم، مش عارف يستوعبها. فنام مهموم، وكان كثيرا ما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، ده سيدنا ابو الحسن الشاذلي. فجاله سيدنا رسول الله في الرؤيا قال له ايه؟ غين انوار لا غين اغيار يا ابا علي. غين انوار اي غين انوار الترقي لا غين اغيار التقصير. فهمت؟ ثم بعد ذلك قد يعد الله العارف بأشياء، وكذلك يعد النبي بأشياء، ثم لا تقع هذه الأشياء في الوقت الذي ظنه النبي أنه يقع، فربما هذا يورث في قلب العارف شك ولا يورث في قلب النبي شك لمعرفة النبي بالله على كل حال، فهو الذي يكلم العارف. زي ايه؟ زي سيدنا نوح. سيدنا نوح ربنا قال له هنجيك انت واهلك. سيدنا نوح حط بطنه بطيخة صيفي واطمئن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ان كل اهله نجين. فلما جاء طوفان كان ليه ابن كافر، كان هو متصور ان ربنا هينجي ابنه في اخر لحظة اما بالايمان او بالنجاة الحسية بغير ايمان للوعد السابق. فلما شاف الطوفان والدنيا مقلوبة والدنيا كلها غرقت وهو ماشي بالسفينة ولا ابنه بيغرق، قال ايه؟ ربي ان ابني من اهل وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين وانت خير الحاكمين. يبقى هنا ابتدى يسأل سؤال مش شك لانه ده نبي، لكن لو كان مش نبي كان ممكن يشك في صدق الوعد، فهمت؟ لكن لانه نبي سال سؤال استفهام مش سؤال شك، فقام ربنا فهمه قال له انه ليس من اهلك، ده لا مش من المقصودين. هو انت فاكر ان انا هنجي اهلك اللي بالنسب؟ ده انا هنجي اهلك بالايمان، فنسب النبي هو نسب الايمان مش نسب الدم. فهمت؟ وعشان كده رسول الله يقول ايه؟ قالوا محمد كل تقي صلى الله عليه وسلم، فاي تقي من ال البيت خلاص. فهمت؟ فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال ايه؟ انه من اهل وان وعدك الحق. فانا مش فاهم ده وعدك حق وانت امرت،
وعدتني ان اهلي حيعمل ودي ده من اهلي وغيره مش فاهم عايز افهم. يوم ربه يعلمه يقول له ايه؟ انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. وفي قراءة انه عمل غير صالح، فهمت؟ يبقى اهله فهمه ان اهله ايه؟ اهلهم اهل التقوى واهل المغفرة مش اهل الكفر. فلما فهمت معانا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف في الرؤية انه هيدخل المسجد الحرام فراح لم ورؤية الانبياء حق، جمع الصحابة وساق الهدي وراح في ايه؟ في العمرة يعمل عمرة. وكل الصحابة كلهم فرح وشوق الى مكة، تركوها بقالهم سنين وعندهم شوق شديد للكعبة ولدخول البيت الحرام. ورؤية النبي رؤية حق وكلهم عندهم امل خلاص شوية وبيحلفوا ان هيخش لان النبي رؤيته صدق. يوم يجي قريش يصدوه، ايه الحكاية دي؟ سيدنا عمر وقف مع ظاهر الرؤية والوعد فبقى معصيا. ليه تقبل صلح الحديبية وترضى بالدنية يا سيدنا عمر؟ لأنه سيطر عليه ظاهر الوعد، فهمت؟ والقصة معروفة لما عمل مع سهيل بن عمرو صلح الحديبية ورسول صلى الله عليه وسلم رجع وما عملوش العمرة ولا حاجة. الله، أمال إيه فين الرؤية بقى اللي شافها الرسول وقال لهم هنفتح؟ سيدنا أبو بكر الصديق ما شكش، صديق يا عم ما عطلكش، لأنه يعلم أن الوعد قد يتوقف على أمر خفي، فإذا لم يحدث هذا الأمر الخفي لا يحدث الوعد. فأنت سمعت الوعد لكن ما عرفتش إيه الإيه الأشياء اللي بيعتمد عليها هذا الوعد فما تعرفهاش. فإذا جاء الوقت اللي أنت تظن أن ده وقت تحقيق الوعد فلا يتحقق، لا يشككنك، لأن ربما يكون علقه على أمر غيبي آخر أنت لا إيه لا تراه، فهمت؟ فقال لك هنا المسألة دي بقى بيقول لك إيه؟ لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه عندك لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك، لأن لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهمت المسألة؟ فيجي لك الوعد من شيخك، شيخك بالإلهام كده، شيخك بقى المربي اللي أنت بتعتقد فيه الخصوصية، يقول لك إن شاء الله هيطلع الواد ابنك من العلماء الصالحين. تقوم انت تبص تلاقي الواد ابنك ماشي مع شلة فاهمة بيشرب بانجو. ايه يا عم الشيخ انت بتقول لي هيطلع من الصالحين يا عم الشيخ والواد واقف في الناصية بيشرب بانجو؟ تقوم تيجي تشك في كلام الشيخ فيسقط الشيخ من نظرك فتتحرم المدد من الله اللي جاي لك عن طريق شيخك المربي فتنطمس بصيرتك. انت ازاي؟ لان الشيخ لما قال لك انه ده هيبقى من الصالحين ربنا قال له كده وعلمه بالالهام لكن ما قالوش امتى وقت. فانت تصورت ان وقته لما الواد يدرك هيبقى من الصالحين؟ لا، ده هو يمكن ربنا قال له هيبقى من الصالحين يعني في يوم من الايام، فالواد الوقت في سن المراهقه يا عم فماشي طايش، لكن بعد 5 6 سنين 10 سنين 15 سنة الواد ابتدى يتوب، الواد ابتدى يتعدل، الواد اتقلب. بعد ما كان يحب يقعد على القهوة ويمشي مع سنة الأنس بقى يحب يقعد في الجامع، فجأة بقى يحفظ القرآن، فجأة بقى يتعلم ويجلس الصالحين، فجأة بقى من الأولياء الله في سن 50. لكن أنت كنت متصور إن الشيخ قال لك كده يبقى الواد في سن 20 هيبقى من الصالحين؟ فهمت المسألة؟ فأنت لا يشككنك في الوعد عدم حصول الموعود مع إيه؟ مع تعين زمني، لئلا يكون ذلك قدحا في ايه؟ في بصيرتك واخمادا لنور سريرتك. لكن يبقى املك في الله. سيدنا موسى قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فربنا قال له قد أجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وعده من الله للكليم، خلاص جاوبنا لك، هنبهدلك، هنطمس على أموالك، هوديهم في 60 دهر، اطمئن. يوم سيدنا موسى يقعد يعبد ربه قد ايه لحد ما يجي تحقيق الوعد 40 سنة، بين كلمة قد أجيبت دعوتكما وبين غرق فرعون وقومه 40 سنة يا مولانا. لم يشك سيدنا موسى في 40 سنة في تكذيب الله في وعده أبدا. فضل 40 سنة فرعون يمرمطهم ويمرمط في بني إسرائيل ويذيقهم أشد العذاب، وسيدنا إيه موسى يصبر قومه، وقومه يقولوا له إيه قد أذينا من قبل ما جئتنا ومن بعد ما جئتنا، يعني إحنا عايشين في الهم من قبل ومن بعد، أنت يعني فرقت معاك. يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وبعدين قال هذا تأويل رؤياي من قبل. المسافة بينهم قد إيه؟ 50 سنة يا مولانا، 50 سنة. سيدنا موسى سيدنا يوسف اترمى في الجب واتربى في قصر العزيز واتسجن ورجع اشتغل وزير مالية ورئيس وزارة ووزير تموين، وكل ده ورؤيته ما اتحققتش، في حين ان ربنا جاعل رؤيا الانبياء حق لحد ما يمر 50 سنة وييجوا يدخلوا على مصر ويسجدوا له سجود التحية فيقول ايه هذا تأويل رؤياي من قبل كان جعلها ربي حق. فانت ما تشكش في وعد الله، ربنا وعدك ان هيهدي قلبك بالطاعة. تقول طب ما انا بطيع ربنا بقالي 20 سنة ولا شفت رؤية حلوة، ولا شفت سيدنا محمد وبنام زي الأثير، ولا شفت حاجة في أي حاجة، وبعد أصلي في الجامع مخ بيودي ويجي، أنا ما بترقاش خالص، ده أنا مصيبة سودة. طب ما سيبنا من الجامع بقى جربناه 20 سنة ونقعد بعد كده في القهوة، يبقى ده شيطان يا عم. شيطان قال ما لا يشككنك في الوعد عدم حدوث الموعود. ربنا قال يصلح بالهم، وانت بالك مش متصلح. ربنا وعدك اذا طعته وتوكلت عليه يصلح بالك، وانت بتطيعه وبتتوكل عليه وما بيصلحش بالك. ونقول الله ده انا بقالي 30 سنه خدمه في الطاعه ولا بالي اتصلح ولا حاجه، ده انا كل يوم بتعكنن اكثر من اليوم اللي قبل. خدي بالك من طلعك. خلاص تقوم تارك المساله تشك، فاول ما تشك تخمد البصيره تتقهقر بقى خالص. فهمت ازاي؟ لكن انت تسلم امرك لله، لان ممكن تكون وانت في الطاعه بتاعتك في عله منع حدوث اناره بصيرتك، هذه العله قد تكون انك ما بتاكلش حلال، طعامك من حرام، شغال طبال خلف رقاص، لكن ما يفوتوش فرض ما شاء الله. العشر ايام الاخيره في رمضان اعتكاف في الحرم معاه، واما يطوف يطوف على 1.5 مش نافع، لانه رزقه حرام، رزقه حرام. فازاي وبيعمل كده بقاله 40 سنة لكن حلاوه الطاعه مش موجوده؟ يبقى في عله هنا منعت من حدوث الموعود، وهو انه طعامه من حرام. فهمت؟ يبقى الانسان لما يلاقي ثمره الطاعه ما تثمرش في قلبه يبتدي يراجع مكتبه، يراجع مكتبه اول حاجه يعملها. فيبتدي بقى الجدع ده اللي قاعد بقاله 20 سنة مش ضايق حلاوة البتاع اللي شغال ولا الرقاصة ده بقى يعقل ويعرف إن طعامه من حرام، يقوم يبتدي يطيب إيه؟ يطيب طعامه، يقوم ما يتوب يتحسن. يبقى أنت لما تحس إن العبادة ما بتثمرش عندك ممكن يكون علة الطعام من حرام أو من شبه، ممكن يكون علة ثانية إنك أنت بتنظر لنفسك في الطاعة معجب بنفسك يبقى دي برضه تحجبك. ممكن عله ثالثه انك بتعتمد على الطاعه وتتصور ان ربنا هيرقيك لما تجتهد في الطاعه، فانت اجتهدت ما رقكش اديته ما ادكش، يبقى انت بتشتغل مع الله مع زي التاجر وربنا عايزك تبقى فقير مفتقر اليه. فهمت؟ ففي علل كثيره في القلب ممكن تمنع ثمره الشيء،
فربنا هو وعد، لكن انت العيب فيه مش العيب في وعده، العيب فيه. فاهم؟ فتدور بقى ايه العيب اللي فيا. زي واحد من الصالحين وصل لدرجة الولاية، وبعدين كان تاجر كبير عنده وكالة تجارة كبيرة وكالة، فمرة عصى ربه كلمة الحمد لله، قال الحمد لله وهو كان عاصي الرب، عصى الله بالحمد لله. بقى معقول يقول الحمد لله وبقى عاصي ربه بالحمد لله؟ جاله واحد وهو قاعد في الجامع قال له السوق كله ولع يا عم الشيخ ما عدا الوكالة بتاعتك، هي الوحيدة اللي النار جت حواليها ما كانتش منها حاجة. فراح قال الحمد لله، فرح. فبص لقى نفسه صلب، عصى بالحمد لله. فلما لقى نفسه ابتلت حاله ومقامه اللي كان فيه وحضوره مع الله، لقى نفسه رجع تاني زي ما كان اول مره بيعبد ربه، محجوب حجاب بعيد الله. فقعد يراجع نفسه، طب انا عصيت ربي في ايه؟ ده انا مالي، ربنا هيطولني واتحرق كل السوق، فانا قلت الحمد لله. انت هتعمل كده برضه صح؟ صح؟ وانا برضه هعمل كده. فربنا نور له بصيرته، قال له انك انت فرحت بايه؟ بنجاة مالك، ولم تحزن على مال المسلمين، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فيبقى عصيت انك انت حمدت الله فرحا ولم تحزن على ما ايه اصاب المسلمين. لان الرسول يقول ايه؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ففهم انه عصب الحمد لله، فراح عمل ايه؟ طلع على الوكاله بتاعته وتصدق بها كلها، لان هي دي سبب الحجاب. فلما تصدق بها كلها لله ربنا رجع له حاله. فهمت؟ فالواحد ياخد باله، يعني في عوامل كثيره ممكن تحصل للانسان تحجبه عن الموعود اللي وعد الله به. فالواحد يراجع نفسه. احنا بقى مش هنلحق نخلص النهارده، احنا كده هنكفي، هنقفل الدكانه بعد كده. إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عمله، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف عليك. ألم تعلم أن التعرف منه إليك والأعمال أنت التي تريدها إليك، فأين ما يريده إليك مما تريده عليك؟ إذا أراد الله أن يتعرف عليك بتعرف جلاله، يعني واحد ماشي في الشارع اتزحلق في قشرة موز جاله كسر في عنق الرحم، في عنق الايه اللي اسمها ايه دي، عظمة الفخذ في الحوض، قالوا له انت هتتشد كده في السرير 3 شهور كويس، وهو كان رايح الجامع. في احلى من كده؟ ده رايح الجامع نازل من فوضي ورايح الجامع. ابعدي يا بنت ما تلعبيش من تعدي قدام الشيخ. يقول طايح الجامع وراح متزحلق في قشره الموت جاله كسر. الكسر ده منين؟ ما هو ربنا اللي كتبه عليه، يسموه تعرف جلالي، تعرفات جلاليه، جلاليه لانها قويه على النفس، لا تقبلها النفس بسهوله. فهمت؟ فيسموه تعرف جلالي. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعرفك انه كما كان هو جميل فهو جليل، فالله جميل جليل. تعرف عليك بالجمال، بالصحه والعافيه والمال سنوات طويله، وجاء مره بقى عايز يتعرف عليك بالجلال، انه برضه كما هو العاطي فهو المانع، كما انه هو الباسط فهو القابض. فهمت ازاي؟ فاراد ان يتعرف عليك. فانت مسكين نمت في السرير 2 3 شهور، لا بقيت تصوم الاثنين والخميس اللي كنت بتعملهم، ولا تقرا وردك القراني اللي كل يوم كنت بتختم كل اسبوع، ولا تروح الجامع تحضر تكبيره الاحرام في 5 اوقات، ولا تقعد في المقرأة بتاع الفجر لحد السلوك وتصلي ركعتين وتمشي وتاخد ثواب حج وعمره. فقلت الاعمال بتاعتك، تعرف عليك، فادى الى ان اعمالك الصالحه اللي كنت بتعملها قلت بسبب هذا التعرف اللي جالك من الله. فبيقول لك هنا ايه؟ إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك. ما يدورش، ما تقلقش، اتحدثت في المستشفى وقعدت واتحدثت، فما بقيتش خلاص تعمل الأعمال الصالحة اللي كنت بتعملها.
بقيت محبوس، قبضوا عليك زي ما قبضوا على سيدنا يوسف، رموه في الزنزان مثلا، اي شيء من التعرفات الجلاليه. فلا تبالي معها ان قل عملك، طالما تستقبل هذا التعرف الجلالي بالرضا ربنا يرقيك ترقيه كبيره، لانه ما فتح لك هذا الباب الا لانه يريد ان يتعرف عليك. فالاعمال الصالحه انت الذي توردها اليه، واعمالك معلوله منصوصه، اعمالك حتى الصالحه فيها العله والنقص وفيها الافتقار للقبول، انت ما تعرفش هيقبلها ولا لا. انما التعرفات الجلاليه من الله اذا خدتها بالقبول مقبوله 100%، والترقيه فيها 100%. فيبقى انا احسن، اللي انت بتهدهوله ولا اللي بيهدهولك هو؟ يبقى اللي بيهدهولك هو احسن من اللي كنت بتهدهوله. فاهم؟ ادي المعنى. فتقبل التعرف الجلالي بالفرحه، لان هو ده ليله القدر عند الاولياء. التعرفات الجلالية عند الأولياء يقولوا عليها ليلة القدر، الترقية مع الله. يبقى هيرقيك بقى، أبشر وهتترقى، هتترقى مع الله. ليه؟ لأن قلبك ده هيتنقل نقلة تانية. هو صحيح حبتك بالتعرف الجلالي بالجوارح، لكن هينقل قلبك بالرضا بما أقامت فيه نقلة كبيرة تانية، فيصير عندك سعادة ورضا وقبول وتعرف على الله انت كنت تفقده تماما مع كمال اجتهادك في الاعمال السابقه. فهمت؟ وعشان كده الرسول الله يقول ايه؟ عجبا لامر المؤمن، امره كله له خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء يعني جلال، وان اصابته سراء شكر يعني جمال فكان خيرا له. فهمت المساله؟ نقرا الايه؟ تاني وجيب وفاعل يعني. إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك. ومش كده وبس، ده أنت مش واخد بالك. ده التعرف الجلالي اللي بيحدثك بيه عن عملك في التعرفات الجمالية بيكتب لك عملك وأنت في الجمال بسبب حبسك في الجلال. لأن الله جميل جليل في آن واحد، لا صفة الجلال تمنع الجمال ولا صفة الجمال تمنع الجلال. فكل صفات تعمل في وقت واحد. فلما تأتي صفة الجلال عليك يستمر وارد صفة الجمال ثوابه يجري إليك. وعشان كده الرسول يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ إن الإنسان يكتب له عمله الذي كان يعمله صحيحا مقيما في حال سفره ومرض. شفت قد إيه؟ لأن السفر والمرض جلال. السفر شحطت جلال، يبقى مش مستقر كل يوم في بلد شهر. ما عندكش استقرار. والمرض جلال. فيبقى في حال الجلال الجمال شغال. ان ربنا بيكتب لك ثواب عملك وانت بتعمله في حال فراغ. افهم عن الله. ولما بيكتبه لك وانت مشغول بالجلال يكتبه لك مقبول. ولما تعمله وانت غرقان في الجمال يكون معلول. هل يقبل ولا لا ما تعرفش. فهمت المسألة؟ فعلى شكل هتلاقي الجلال والجمال شغالين في وقت واحد. طب والجلال شغال وقت العمل وانت في الجمال؟ اه، الجلال يعمل في حال العمل وانت في الجمال، لانك لا تتاكد ان الله قبل عملك خوفا من جلاله، لان عملك الصادر منك صادر فيه نقص لا يليق بجلاله، فتكون مفتقر الى ان يقبله منك مع وجود النقص فيه لعدم لياقته لجلال الله عز وجل. انما لما تكون انت منغمس في الجلال يجي الجمال يزق عملك اللي انت ما عملتوش، اللي كنت بتعمله في الجلال في الجمال معلول يزقه لك ويخليه مقبول. فهمت؟ جبرا لخاطر الانسان اللي مقهور بالجلال، لان ربنا يحب يجبر خاطر عبده. افهم بقى نقولها لك كده. فاما يجي ربك يتعرف عليك بالجلال مش تقول ايه ده، هو انا عملت ايه النهارده؟ ده انا مصلي الفجر وماشي زي الفل، تقوم العربيه بتستني اترمي في المستشفى. انت بتعدل على ربك؟ يعني انت كنت بتصلي الفجر عشان العربيه ما بتستكش يعني؟ كنت عايز يعني المقابل يعني؟ طب ايه رايك بقى لو اطلعت على الثواب بتاع طاسه العربيه دي، لا تقول يا رب خليها باجور ظلم.
افهم افهم عن الله. لو اطلعت الثواب لدرجة ان اهل الجلال اللي عاشوا طول عمرهم مقهورين بالجلال والجمال فيهم مخفي، لان في ناس ربنا جعل جماله ظاهر عليهم وجلاله فيهم مخفي، وفي ناس العكس جعل جماله فيهم ظاهر وجلاله فيهم مخفي. فهمت؟ يعني اهل الغنى والمال والعافية دول غرقانين في الجمال الظاهر، لكن في جلال مخفي، وهو ايه؟ انهماكهم في اصلاح اموالهم، ما هو ده واخد منهم وقت وجهد، وخوفهم على الافات اللي بتحدث في اموالهم. فهمت؟ ونقص عبادتهم بسبب انشغالهم في اموالهم. فكل ده جلال يا عم، لكن الجمال عليهم ظاهر. انما اهل الجلال الظاهر فيهم الجلال كالفقير، راجل فقير معدم يدوب هو كل يوم يجيله رغيف واحد من غير جموس. فهمت ازاي؟ او مريض مرض مزمن لا يبرأ منه، ملوش علاج. الجلال فيه ظاهر على طول، متغطي بالجلال، لكن الجمال مخفي، وهو الثواب العظيم على الصبر على هذا. يقوم ربنا يكشف لك الامر ده يوم القيامه، تبص تلاقي اهل الجلال الظاهر يدخلوا الجنه قبل الجمال الظاهر ب 500 سنه. فيتمنى اهل الجمال الظاهر ان ربنا يكون ايه؟ امراضهم طول عمرهم لما يشوفوا اهل المرض تبعوه، او افكارهم طول عمرهم لما يشوفوا اهل الفقر تبعوه. فاهم؟ ليه؟ لاختباء الجلال في الجمال واختباء الجمال في الجلال. تفهم؟ فما اقامك الله فيه هو عين الخير لك، لا تتمنى سواه. فاهم؟ فيقول لك بقى تاني، إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عمله، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف عليك، يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف الجلال يعني هو مورده عليك، هو اللي جايبه لك هدية، جايبه لك هدية. والأعمال اللي هي الصالحة أنت مبديها إليه أو مهديها إليه، وأين ما تهديه إليه مما هو مورده عليك. فرق كبير شاسع. فهمت المسألة؟ ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. وأول جلسة فقه إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، وأول جلسة الشفاء الخميس بعد القادم إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله.